اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بالاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي. اهلا بك يا استاذ جمال. اهلا بيك كابتن هيثم. استاذ جمال، النهارده طبعا حدث كبير وحدث تاريخي طبعا. ويهمنا طبعا نعرف تعليق حضرتك على هذا الحدث. يعني بالتاكيد انا شايف اصل دايما بتبقى حاجه كويسه قوي انك تشهد ميلاد حاجه محترمه، فالحقيقه ده شيء رائع جدا. يعني يمكن زي ما كنا بنتكلم قبل الهوا ولا ما اقولش؟ لا حضرتك. انه فعلا اختيار المكان نفسه في نوع من الابداع والعبقريه، لانه الاقصر لها يعني معزه خاصه وتاريخ طويل جدا في الحضاره المصريه والعالميه، تلاقت مع النادي الاهلي برضو صاحب الحضاره والشعبيه والبطولات على مدار التاريخ منذ انشائه. اعتقد ان شركه استادات بقياده الاستاذ سيف الوزيري نجحت في اختيار هذا المكان بالاتفاق طبعا مع مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، في انهم يحددوا هذا الموقع تحديدا وتكون نقطه البدايه. انا بعتبرها مش دي نهايه المطاف، انا بعتبر هذا الحدث بدايه لميلاد شراكات جديده بين النادي الاهلي وبين شركة استادات بإذن الله.